في العهد القديم أليشع طلب من نعمان السريان أنه يروح يغطس في الأردن، ما تكلفش حتى يروح يوقف قدامه، لأنه كان بيعرف محروم على اليهودي أنه يتقرب لهذا الموضوع. البرص، الموتى، الجثث. فالمسيح علم في مرقس 7 كل هذه الطهارات، أنه ليس ما يدخل، اللي بيخرج من فم الإنسان، من جوة، من قلب الإنسان تخرج الأفكار الشريرة. فالفكرة والموضوع ما عادتش موضوع شرائع وطقوس بتمارسها وبتتممها، لا، في شيء أعمق، في ضمير، في حرية، في شيء أعمق وأبعد من فكرة الحلال. كيف أحب الرب؟ لما بحب الرب من كل قلبي بصير بدي أرضي الله في كل شيء بعمله في حياتي.